محمد، لو مانو جوزيه مش هو اكتر مدرب كان مقنع فنيا بالنسبه لك، شايف مين من اكتر المدربين الاجانب اللي كانوا مقنعين ليك في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي وكنت شايفه بيأدي اداء كويس؟ في جاريدو، انا كنا بنتكلم بين الفاصل قلت لك جاريدو. جاريدو ايه اللي كان ممتع في جاريدو رغم ان جاريدو اخفق يعني يعتبر باستثناء الكونفدراليه الافريقيه، ولكن بالزبط. بالنسبه لجماهير النادي الاهلي هو اخفق. ما احنا بنقول بقى ايه، لو انت كان معاك قماشه في الواد ده كويسه كان الراجل ده ظهر بشكل كويس. نادي الاهلي متعه الكوره في الفتره الاخيره واللي احنا بنشوفه واللي جه كملها فايلر كان بسبب جاريدو. مع اختلاف كل السنين اللي فاتت النادي الاهلي ما كنتش بتشوف ان هو بيلعب كوره من رجل لرجل، كوره هجوميه، كوره سلسه زي ما بيقولوا. لا، الراجل ده جه عمل شغل كويس قوي وخلى شكل الكوره او الشكل الجمالي للكوره في نادي الاهلي مختلف تماما. كان واحنا صغيرين كنا كان يتقال لنا كده مدرسه الفن والهندسه الزمالك عشان لعبت كوره ومش عارف ايه، نادي الاهلي عايزين يجيبوا بطوله بس. لا، الراجل ده جه عدل وخلى المنظومه او الفكر اللي احنا كنا بنعيش عليه النادي الاهلي بس عايز يجيب بطوله، لا كان في اداء صحيح، كان في شكل للكوره. فده كنت اتمنى ان كانت فعلا زي ما بنتكلم كده ان في قماشه في الوقت ده مع الراجل ده، كنت لقيت نادي الاهلي برضو في حاجه في حته كويسه جدا مع الراجل ده. جريدو فنيا افضل من مانويل جوزيه من وجهه نظرك؟ افضل. فايلر مانويل جوزيه؟ لا، فايلر. فايلر فايلر جريدو الاثنين مكملين بعض، مش بعيد عن بعض قوي. الاثنين.